عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الاستمرار في حصار قطاع غزة لن يمنح إسرائيل مزيدا من الأمن، وناشد المجتمع الدولي بضرورة تحميل إسرائيل مسؤولية أفعالها في غزة، مبينا في الوقت ذاته أنه منذ بدء عدوان إسرائيل على قطاع غزة استشهد 1000 طفل على الأقل.